ايش اكثر منتخب عربي عجبك؟ والله في الوقت الحالي يمكن خلينا نقول الاردن يقدم مستوى جيد، متصدر حتى العراق ترى على فكره يلعب بشكل جيد، لكن يعني منتخب الامارات لعب اليوم شوط اللي هو ضد قطر فقط. يا منتخب قطر نفس الكلام شفناه في شوط بعدها تغير. احنا يعني احنا معايبينك منتخب سعودي. قل 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 شوف بقول لك شيء اقولها ليش ما اقولها. مو عاجبينك؟ لا ما بعايبيني. مستوى هذا مستوى سعودي؟ لا بس اسالك مو عاجبينك؟ هذا مستوى سعودي؟ لا نحن نحبكم كثير وانا واحد ترى انا نصراوي على فكره. انا في السعوديه انا نصراوي. انا نصراوي عشان كذا انت مو عاجبك. انا نصراوي، انا نصراوي واحب محيسن واحب ماجد واعشقهم عشق كنت. منتخب سعودي مش هذا المنتخب السعودي اللي نحن نعرفه، مش هذا المستوى اللي وعلى فكره ترى انا مازحك على فكره حبيبي. نحن اليوم يهمنا منتخب سعودي بغض النظر، كلهم نحن نحبهم. باقي عند 10 ثواني ما حتى على 10 ثواني. منتخب سعودي لازم يغير الصوره مع الوقت، ما بنشوف المنتخب السعودي اللي هو. شكرا شكرا بجوهر، انا انبسطت اسولف معك دائما حبيبي. شكرا جزيلا، الله يحفظك، القاكم.